السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين، ورجعت لكم يا رجالة بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. فيديو النهارده يا رجالة هيبقى فيديو حلو، فيديو جميل ان شاء الله. بإذن الله هندي أول فزعة للشبابات اللي هي هنا يا جدعان، الشباب بتاعتنا. بس طبعا يا رجالة دلوقتي الساعة في حدود 6 الصبح، فأنا طبعا بفتح لهم على الساعة 5 6 بعد العصر كده. فاحنا اول حاجة هنعملها هنفتح اللي زي ما احنا عارفين كده، ليه شوية الزغاليل دولت كده ينزلوا. تمام كده يا رجالة، بسم الله كله ينزل كده اهو. طيب هنسيب دول ينزلوا، تمام، ياخدوا اليوم بتاعهم طبيعي، ياخدوا اليوم بتاعهم طبيعي، وانا هنزل انام. تمام يا رجالة، وبعد كده اول ما اصحى هنقوم يا رجالة طلعين الزغاليل دي هنحطهم في الدشار. طيب حد يقول لي انت الدشار ما ينفعش تطلع الزغاليل في دشار وانت عندك الدنيا فاضيه، ممكن تسيبهم هم يطلعوا على طول. بص يا جدعان، انا دنيا فاضيه مش دنيا فاضيه، انا ما اضمنش، ممكن فجاه كلاكس حاجه تخبط يفزعوا الزغلول لسه ما يعرفش الظهر، يقع يضيع ما يعرفش يرجع. فانا بامن نفسي وفي نفس الوقت بحافظ على الزغلول وبحافظ على فرد الحمام، فلما انا احطه في تشار في شياله يومين ثلاثه يحفظ الظهر، ويشوف الشبابات دي طالعه نازله فوق هيحفظ الدنيا. فيوم ما اجي افتح لهم شبكه الاماريه خلاص انا مطمن عليهم، زي ما عملت مع دولك الحمد لله طلعوا ومفيش حاجه ضاعت. فدلوقتي يا جدعان هنشوف بس الزغاليل دي كده وهي بتنزل، وبعد كده هنقفل وهرجع لكم تاني. يلا بقى مين هينزل الاول؟ ها يلا الحلبي نزل ما شاء الله. هو بصوا طالما واحد نزل يا رجاله، بصوا الكل هيشجع بعض دلوقتي ما شاء الله. هو انا اول يوم بس اللي نزلتهم عشان يعرفوا الارضيه، وبعد كده هم بقيت اسيبهم بصوا زي ما احنا شايفين كده بينزلوا لوحدهم، كله هيشجع بعض وينزل اهو ما شاء الله. تمام، فوق كل دلوقتي ايه هينزلوا، اللهم صل على النبي اهو زي ما احنا شايفين. واوعدكم يا جدعان الناس اللي بتقعد تقول لي طول الفيديو، باذن الله الفيديو ده هيبقى كبير شويه فاستحملونا فيه، انا عايزكم تستمتعوا بيه. وادينا هوك اليومين دول اهو شغالين مع الحمام بتاع النش عشان خاطر باذن الله نعمل لكم شويه نش حلوين. طبعا دي الكلفه اللي كانت فايده امبارح من الشبابات ديك، سايبها لهم كده ايه يلقطوا فيها كده ويروحوا ويجوا والكلام ده كده كله. تمام يا جدعان، بس كده فهسيبهم بقى كلهم بقى ايه ينزلوا، وانزل انا انام واصحى على ميعاد فتح الزغاليل. يلا بينا. صباح الخير يا رجاله، عاملين ايه؟ نمنا وصحينا والحمام قاعد مستنينا. بصوا بصوا الحمام قاعد بيعمل ايه، بصوا بصوا واقف لي على الباب عشان ناكله بقى عشان ايه. بس 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 شت 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 هنا كلا انت وهو ولا. بسم الله ما شاء الله. تمام كده يا رجاله، ايه هناكلهم. خش بس انا لهم كلفه وارجع لكم تاني. بصوا واقفل لي ازاي ولد، تمشي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الادب حلو والاحترام حلو برضه. لما تكون عاطي الحمام معاد بصوا يبقى واقف مستنيك. بصوا بصوا جاي لي فين. ضبوا بقى، خد تعالى. ايه يا عم، ايه يا صاحب، ايه خد تصدق تنزل بس تنزل. يلا يا جدع اتكل على الله، مين هيطلع لي فوق؟ طب بص يا جدعان هنعمل حاجة حلوة، أنا بحب اللقطة دي. يلا يلا مين هياكل؟ مين هياكل؟ يلا أيوة كده أهو أهو، تعالوا ما شاء الله يا جدعان أهو، تعالوا يلا. طب إيدي طيب، يلا يلا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يا صديقي يا صديقي، لا يلا بقى طبعا بعملهم على الارض عشان كله مش هيعرف ياكل من الصاج. تمام كده يا رجاله ما شاء الله، بس كده ايه ياكلوا ويروجوا على حالهم، وبعد كده هنفتح للشبابات ديك هنسيبها تطلع عشان هنديهم ان شاء الله اول فزع. فنسيب دول ياكلوا براحتهم. تعالوا بقى احنا هنا عندنا شويه حاجات هنعملها، تمام يكونوا دول كلوا كده وروقوا على حالهم. طيب عايزين بس نفتح اول حاجه كده النور بتاعنا، عايزين بقى يا جدعان التحديق، شوكات التحديق بتاعتنا اوبا. تمام
عايز اشوف شنطه من دول افضيهم فيها وارجع لكم تاني عشان ايه نفرش الطواجن دي مع بعضينا. كده يا رجاله خلطنا التحديق وزي الفل. نيجي بقى عند ايه، عند الاصوص دي كده كلها هنفرش لها خلاص كده التحديق بتاعها كله. انا لسه ما كلفتش ولسه عملت اي حاجه ولسه منضف امبارح وكنس امبارح والدنيا اتبهدلت تاني. انا مش عارف اعمل ايه والله مع الحمام ده، على الله. هنقص يا جدعان التحديق هنا تمام، بس انا طبعا مش عارف ارص وانا بصور كده، فهنعمله وارجع لكم تاني. بس ثانيه واحده كده عايزين نبص كده على الزغاليل. الحمد لله تمام تمام كده يا جدعان. فهنقص بقى التحديق كده كله. انا عايز بس ابص على فكتوش على الله. طيب نقص التحديق وارجع لكم تاني. طيب كده يا رجاله احنا قصينا التحديق وابتدى بصوا يحددوا منه هو السقايطات، الخضر، الشربانات دي بس الدقه البيضاء بالنتايه، وايه كده قصينا لهم التحديق تمام. الحلبات ديت ايه ما ناويش يفكوا لسه برضه، ودولك لسه. الله اكبر الله، لسه بقول لسه، بسم الله ما شاء الله. زغلول فك اهو يا جدعان، اللهم صل على النبي ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب. عندنا هنا لا اله الا الله، لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين الحمد لله. كان بقالنا فتره ما فيش زغلول مات، الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. المهم ان هم بس يهتموا بالزغلول اللي جوه دوك وكل حاجه تبقى كويسه. هو ما شاء الله قرب يتنقل اهو، ما شاء الله ربنا يسيده ويبارك. هنا مفيش، ايه الاثنين عايشين الحمد لله. طب كويس الزغلولين عايشين. طبعا يا جدعان انا بس بنصور هنا على ما دول بس ايه يخلصوا اكل عشان نفتح للشبابات ونبتدي نديهم اول فزعه تمام. فبنشوف الدنيا ماشيه ازاي. دول عايزين تحديق هنحط لهم حاضر، وهنا ده الدكر، وهنا دي النتايه، ودول القص لسه ما حسوش عايزين تحديق برضو، وهنا النتايتين، وهنا قص برضك عايزين تحديق تمام، ودولك مش عايزين تحديق، وهنا مفيش. والاستراليات عايزين تحديق برضو، وبرضك اللهم صل على النبي الزرق قطيفة. دول عندهم سن التحديق بس عايزين نتزود بس فوزي. ودولك زي ما هم، الاستراليات دول فكوا بقى لسه مش عارف. ممكن بعد اذنك كده تقومي، انت دي حنينة جدا والله، بس هم شكلهم لسه ما فكوش يا رجالة. لسه 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 فكوش تمام ان شاء الله. طبعا يا جدعان الفيديو ده المفروض كنت اصور ان انا انقل العيون ديت بره وانقل الشبابات واظبط، بس ايه كنت عايز ايه نعمل الفيديو ده الاول بتاع الله اكبر، يعني ايه فزع الشبابات، نديهم اول فزع كده ونروق عليهم ما شاء الله. طيب تمام بصوا بقى يا جدعان، دولك كده يعتبر خلصوا، يعتبر خلصوا. طيب هنزل دلوقتي نملوا ميه عشان نمسق الحمام كله تمام، نملوا ميه عشان نمسق الحمام كله، وبعد كده هطلع هقوم محبس دولك ونمسق لهم ونمسق لدولك وناكلهم، بعد كده هفتح للشبابات. كل ده هعمله وارجع لكم تاني. طيب يا رجاله الحمد لله رب العالمين، حبسنا الزغاليل كلها وكلفنا كمان الحمام لسه بيكلف جوه اهو، احنا شايفين الحمام بيكلف تمام. كنا بنمسق، دلوقتي اول حاجه بقى هنعملها يا رجاله هنفتح للزغاليل دي كده الشبابات دي كده، خليها تنزل اول قبل ما نفتح شبكه القمريه تمام. يلا طيب هنا كده ده نزل، وهنا فيش فيش فيش
يلا انزل، عايز اقفل ام الباب. اخلص كده اهو. طيب مفيش، نفتح لهم بقى شبكة القمراية. هما جدعان، هما 9 حمامات. تمام، 9 حمامات كده. طيب نقول بسم الله، بس نفتح الشبكة ديك. طيب نعمل كده اهو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت افتح البتاع ده، بس كده. يا جدعان ما شاء الله، الحمام كله طالع، الله اكبر. تمام، زي ما احنا شايفين، اللهم صل على النبي. طيب الفزعة مش انا اللي هديها لهم، الفزعة مش انا اللي هديها لهم. طبعا مش هينفع اديها لهم اول ما يطلعوا، لازم اسيبهم كده شوية. تمام، زي ما احنا شايفين لازم اسيبهم كده شوية، وبعد كده نديهم الفزعة بالراحة. تمام، فهسيبهم بس شوية جدعان ينزلوا ويطلعوا والكلام ده كده كله، وارجع لكم تاني ساعة بقى اما نيجي ايه نفزعهم، لغاية اما نقفل عليهم ان شاء الله. انا بس عايز اوريكم كده شكلهم. الله ما شاء الله. تمام يا رجاله، اللهم صل على النبي. ما هم شكلهم ما يقوموا لوحديهم. الله اكبر. تمام، اللهم صل على النبي. بصوا جو الشمس والله العظيم معاهم جميل قوي، بصوا غروب الشمس معاهم حاجة جميلة جدا جدا جدا. طبعا هم عمالين ينزلوا ويطلعوا عشان ايه، بيلقطوا في الاكل اللي فاض من الزغاليل، فهم طبعا لما يخلصوا ما يلاقوش حاجة هيطلعوا يقفوا فوق، فهرجع لكم تاني بقى ساعة الموضوع ده. طيب بصوا يا جدعان، انا لسه ما عملتش اي حاجة، والحمام اصلا عمال لوحده، بصوا يقوم وينزل، بصوا عمال لوحده يقوم وينزل. فانا بظبط الكاميرا عشان ايه نخش دلوقتي نديهم الفزعة بتاعتنا. تمام، زي ما احنا شايفين ما شاء الله هو عمالين يطلعوا كده، الحمام كله طلع على الظهر. استني بقى نجيب اي عصايه ولا اي حاجه ونديهم الفزع. طبعا بصوا لقيت عصايه اهي، تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده امك يا رجاله اهو ما شاء الله. طبعا اللي يروح يركن مش مشكله، يعني بص اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، انا عايز اجيبها لكم بس يا جدعان كده بالكاميرا. لسه في طاير، لسه في طاير اهو. الله اكبر، ده يا جدعان الحلس والملقح هيجوا ينزلوا ان شاء الله. تمام، ما لسه طايرين فين؟ انا عايز لسه اشوف بقيه الحمام نزل لتحت ولا طال لفوق. لا بصوا دول فين، امك بص يا جدعان اهو اهو لسه طايرين. الحلس اهو، المقع نزل، المقع نزل والحلس لسه طاير. طبعا اهو الحلس اهو يا جدعان، عايز اشوفه بس هو جاي نازل. الحمد لله مفيش حاجه ركنت، مفيش حاجه ركنت، الحلس بس اهو. بصوا راح وقف على البيت اللي هناك، وما وقفش كمان، لسه طاير هيجي هينزل. ما علينا، مش مشكله، هما كده هيتجرأوا ومش هعملها لهم تاني طالما هما ابتدوا ايه مع نفسيهم. والحمام بصوا يا جدعان، الحمام بصوا الحمام جه نزل فين اهو. المقع جه اهو، الاثنين امك، وده اتفزع لما دخلت. تمام، مفيش بس غير الحلس اللي راح وقف على البيت اللي هناك ده، بس هيجي تاني مش مشكله يا جدعان. وكده بقى احنا نسيبهم براحتهم، انا بس اعطيتهم جرأه ان هم يقدروا يطيروا وينزلوا. تمام، انا عايز بس اشوف كده بقيه الحمام كله هنا، ادي 2 4 6 8 9 والتاني العاشر كده. تمام كده مظبوطين، يلا فوق يلا، بس سيبهم بقى براحتهم، هم هيطلعوا وينزلوا والحلس هيجي دلوقتي يا رجاله، والحلس هيجي دلوقتي. ما علينا كده، انا برضك ايه متقلقوش، المراكن ديك
بتتعالج يعني، هو اصلا هيروح وهيجي، بس الحمد لله المرقع طار ونزل على هنا. اهو الحلس جه اهو يا جدعان، اهو اهو هيجي يحط حط اهو 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 اهو، يلا حط يا جدعان ما شاء الله. بس كده الحمام اتجرأ، انا كده بالنسبه لي الحمام اتجرأ ان هو يطلع وينزل والكلام ده كده كله. بس فانا مش هعمل معاهم اي حاجه تاني، نديهم بقى ايه مكافاه، نديهم مكافاه مكافاه، ناخد لهم حبه كلفه كده اهو تمام، بس مش على الارض مش على الارض. يلا هما دول لك اللي طاروا ونزلوا، فمش مشكله خليهم يتكفوا. يلا هما كده يا جدعان ما شاء الله. بس فبص انا عايز بس اعرفكم حاجه يا جدعان، ان كل واحد في النش ليه طريقه، المهم في الاخر اللهم صل على النبي اسمه ايه النتيجه، اهم حاجه في الاخر النتيجه تمام يا جدعان، هي دي اهم حاجه عندي النتيجه بتاعت الحمام. بس فكده يا جدعان دي نهايه الفيديو، عملت اللي عملته، فزعت غلط حمام، عملت اي حاجه انتوا شايفينها غلط، بس اهم حاجه النتيجه، واهم حاجه ان الحمام يكون كويس وبخير والحمام كله جه. الفرد يعتبر ما ركنش، هو نزل على البيت عشان لسه الناس ده بالنسبه له جديده، فهو مره مع الثانيه هتلاقي الحمام ده اللي هيطير زي المرقع ده كده، نزل المرقع ده نزل. يعني انتوا فاكرين الفيديو اللي فات لما راح ركن على البيت لما قلت لكم ضاع وجه، المره دي لما طار نزل على هنا على طول، نزل على هنا على طول. وبس كده نسيبهم بقى ايه براحتهم بقى يطمنوا المكان. وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.